environmental considerations بالنسبه للاجهزه الطبيه في غايه الاهميه لان هي بتاثر على طريقه استعمال الجهاز في different environments ففي الجزء دوت لازم ان احنا اول حاجه to identify uh, factors within the use environment that affect medical device usability and safety يعني لازم نبتدي ندرس الجهاز ده يستعمل فين والمكان اللي هيستعمل فيه ده هل هياثر على uh, usability بتاعته safety بتاعته ولا لا ونحاول نريكومند ابروبريت ديزاين ابروتشز ذات كان هيلب اوفر كام بور يوز كونديشنز يعني لو احنا بنتكلم مثلا على ان الجهاز ده هيستعمل في مكان ممكن يبقى فيه نويز عاليه او فيه فايبريشنز او درجه الحراره بتاعته عاليه ايه اللي ممكن نعمله عشان الجهاز ده يبقى سيف وممكن ما يبقاش فيه البروبيتي اوف يوز ايرور تبقى عاليه والحقيقه لازم نحاول برضو ان احنا نعمل ديزاين ريكومنديشنز علشان يعني نبتدي بقى نبص على الحاجات اللي هي اللي ممكن تعمل لنا مشاكل في الديفرنت انفايرمنت زي النويز وزي الالومينيشن زي التمبرتشر زي الهوميديتي زي الفايبريشن زي اي حاجات التانيه كلها اللي موجوده في الانفايرمنت ازاي ان احنا نتغلب عليها علشان في الاخر نقدر نخلي اليوزر يقدر يستعمل الجهاز ده بطريقه اكيوريت وبطريقه سيف وطبعا الجزء دوت لازم نبقى واخدين بالنا كويس قوي ان احنا وي do not ريكومند وايز تو ديزاين ذا فيزيكال انفايرمنت فور ميديكال ديفايس يوز يعني احنا دلوقتي بنحاول ان احنا نخلي الجهاز الطبي يعني ادابت للفيزيكال انفايرمنت مش بنحاول ان احنا نخلي في ريكومديشنز او كونسترينتس على الفيزيكال انفايرمنت عشان الجهاز الطبي يشتغل احنا ما نضمنش الجهاز بتاعنا ده هيتحط في انفايرمنت شكلها عامل ازاي فلازم ان هو يبقى هو اللي مستعد ان هو ادابت للفيزيكال انفايرمنت مش العكس طبعا كلنا عارفين من مشاهداتنا طبعا الميديكال ديفايسز بتستعمل في فيري دايفيرس انفايرمنت يعني يعني بنتكلم على ان هي موجوده في اماكن كثيره مختلفه تماما عن بعض يعني بنتكلم ممكن يستعمل في مستشفيات في كلينكس عيادات في في منازل ممكن يستعمل في بابليك سبيسز مثلا في المطارات ممكن يبقى في بعض الاجهزه موجوده في المطار ممكن يعني الاسعاف الناس اللي هم ممكن يتعرضوا لازمات قلبيه او حاجات زي كده طبعا من المهم جدا ان احنا تو كونسيدر هاو ذا كاركترستكس اوف ذيس بليسز ديفر And how they can affect the use of medical devices. يعني احنا بالنسبه لنا يعني عايزين نشوف ايه ايه الحاجات اللي بتختلف بين الاماكن المختلفه وبعض ونحاول نخلي يعني تركيزنا على الاشياء اللي ممكن تخلي الجهاز ده يبقى عنده مشكله او الاجهزه بتاعتنا يبقى عندها مشكله ونحاول ان احنا في الديزاين بتاعنا نتغلب عليه. طبعا يعني عاده بيبقى احنا بنصمم الجهاز الطبي مثلا اسيومنج في اعتباره ان احنا الجهاز هيتحط في مستشفى او هيبقى موجود ثابت في مكان معين الناس بتستعمله بس اكشوالي ممكن الجهاز ده بعد كده يعني في في actual يوز انفايرمنت نضطر ان احنا نلاقيه بيشتغل بطريقه مختلفه يعني ممكن مثلا نتكلم على الانفيوجن بامبس دي مفروض ان هي عاده بتبقى موجوده في المستشفيات بس اكشوالي ابتدت دلوقتي تبقى يعني تنتشر في ambulances اللي هي عربيات الاسعاف وبرضه ابتدت تبقى موجوده في بعض منازل الايه؟ المرضى. فطبعا يعني الاستعمال بتاع الجهاز دوت في الاماكن المختلفه دي هنلاقي ان له امبليكيشنز لازم يبقى فيه برضه بعض الحاجات اللي نبقى واخدين بالنا منها علشان الجهاز ده يقدر يشتغل كويس في كل الاماكن المختلفه دي. الحقيقه ممكن ندي امثله كتير على اماكن اللي ممكن تتواجد فيها الاجهزه الطبيه، ممكن تبقى موجوده في منزل المريض. ممكن تبقى موجوده في الامرجنسي روم وطبعا الامرجنسي روم بيبقى فيها ناس كتيره وتبقى فيها بانيك بيبقى فيها ناس جايه طبعا مصابه ممكن تبقى يعني اصابات جسيمه مثلا من حوادث حاجات زي كده فدايما بيبقى فيها كايوس كده بيبقى فيها الدنيا متلخبطه جامد قوي وده ساعات بيبقى فيه حاجات ما بتبقاش مترتبه وطبعا بيبقى فيه نويز عاليه ويبقى فيه ديستراكشنز في حاجات كتيره او ممكن ان هي تبقى موجوده في الامرجنسي روم مش موجوده مثلا في البيشنت هوم ممكن تبقى موجوده في الاوبريتنج روم الاوبريتنج روم طبعا بتتميز بان هي لازم تبقى ستيرايل لازم التعقيم بتاعها عالي جدا بيبقى في طبعا يعني تركيز على العمليه نفسها ويبقى الناس مركزه في الحاجه اللي بتحصل اللي هي الجراح بيشتغل في ايه بالظبط جوه العيان فممكن الحاجات اللي خارج الفوكس ده ممكن برضو ما تبقاش متعرضه ل يعني ما تبقاش متر... يعني في تركيز على الاوتبوت بتاعها قوي زي ما هو موجود مثلا في حاجه زي يعني مكان تاني جوه المستشفى وبنتكلم على الاوبريتنج روم برضو بيبقى فيها الكشاف بتاع اوضه العمليات برضو ممكن ان هو يعمل ريفلكشن مثلا على الديسبلاي بتاع الجهاز بتاعنا ممكن يعمل لنا ديستراكشن برضه ما نقدرش ان احنا نشوفه كويس في حاجات برضه في الاوبريتنج روم كونديشنز موجوده في الاوبريتنج روم لازم ناخدها في اعتبارنا في الكاث لاب كات لاب برضو يعني شبه الاوبريتنج بس برضو له مختلفه ممكن ان يبقى بقى يبقى الاوضه العاديه بتاعه patient اللي جوه المستشفى هي الاوضه العاديه اللي بيبقى موجود فيها ممكن تبقى موجوده في في تيست لاب يعني في المعمل بتاع المستشفى ممكن الجهاز ده يبقى موجود في الموبايل ايمرجنسي هوسبيتال يعني بكلم مثلا على المستشفيات الميدانيه مثلا بتبقى موجوده لما يكون في كارثه بيئيه او في عندي حادثه كبيره او يعني كارثه يعني موجوده بحيث ان يبقى في عدد من الاطباء بيكونوا او بيعملوا مستشفى ميدانيه يبقوا شغالين فيها ممكن الجهاز يتواجد فيها ممكن يبقى موجوده في الـ في الترانسبورت روتس ان هوسبيتال كلينيك يعني موجوده مثلا في يعني موجوده مثلا لو البيشن مثلا بيتحرك على سرير مثلا بين الاماكن المختلفه وبعضيها جوه المستشفى ممكن يبقى الجهاز لازم يبقى معاه وهو بيتحرك ممكن نتكلم على ان هو يبقى موجوده بقى في ايمرجنسي ميديكال ترانسبورت هيليكوبتر والامبولانس يعني في عربيه اسعاف او هيليكوبتر بتاعت اسعاف ممكن تبقى موجوده بقى في الشوبينج مولز مثلا والاير تيرمينالز ايرلاين تيرمينالز يعني ممكن تبقى موجوده مثلا كبابليك اكسس مثلا ديفبريليتور uh, بحيث لو واحد جاله ازمه قلبيه ممكن على طول ناخد الجهاز ده ونسعفه على طول قبل ما يحصل له طبعا ايه further كومبليكيشن ممكن طبعا تبقى موجوده في اماكن العمل او موجوده جوه الطيارات كمان فطبعا اماكن مختلفه كتير قوي بنتكلم عليها فلازم كل واحده من دول نبتدي نتعرض للحاجات الاساسيه اللي بتختلف بينها عشان نقدر ناخدها في اعتبارنا في تصميم الجهاز الطبي لما نيجي نتكلم على الانفايرمنت الموجوده جوه المستشفى ممكن ان احنا نقسمها لحاجتين اساسيتين جدا حاجه بنسميها كلينيكال انفايرمنت وحاجه بنسميها الفيزيكال انفايرمنت الكلينيكال انفايرمنت هي عباره عن كومبلكس system of medical and support personnel, patients, and a large number of different medical devices. يعني عباره عن الستاف والمرضى والاجهزه الطبيه وبتبقى كاركترايز بانتر بروفيشنال انتر بيرسونال ريليشن شيبس اند كوميونيكيشن يعني بتتميز بمجموعه من العلاقات المهنيه والشخصيه بين الناس وبعضيها بيبقوا عارفين بعض كويس بيبقوا شغالين مع بعض في بطريقه معينه بيتعاونوا في حاجات معينه في الشغل بيبقى طبعا الحاجات دي بتبقى يعني يعني مهمه جدا عشان بتكاركترايز الكوميونيكيشن اللي بيحصل بين الاشخاص وبعض في المكان دوت بيبقى فيه باك جراوند ونوليدج وكالتشر experience للبرسونال الموجودين دول والمرضى برضو في نفس الوقت دي برضو بتبقى بتدي كاركترستكس معينه او كاركترستكس معينه للانفايرمنت الموجوده دي يعني مميزه جدا ان انا مثلا ابقى عارف الاكسبيرينس بتاعت البيرسونيل بتاع الميديكال هيلث كير يعني عامله ازاي؟ لان هما بيتعاملوا بطريقه مختلفه عن بره، لو احنا حد فينا دخل جوه مستشفى بيحس ان الانفايرمنت اللي جوه مختلفه، التعامل بين الناس بيبقى بطريقه مختلفه، فدي برضو بتميز الكلينيكال انفايرمنت اللي جوه المستشفى. أه بتكلم على الفيزيكال انفايرمنت بقى لا، بتكلم على الحاجات بقى اللي هي اللي غير كده في المستشفى، بتكلم على البيلدنج اللي هو المبنى، على الـ utilities بتكلم على المايه وفي في غاز والحاجات دي كلها، الحاجات اللي موجوده جوه المستشفى. ال ال physically host the, the the clinical environment يعني حاجات دي هي عباره عن كل الحاجات ال physical اللي جواها بقى الـ clinical environment دي. Uh, بنتكلم على عامة ال clinical environments عامة uh, يعني usually have very specific uh, medically related physical subsystems زي مثلا medical gases, special air conditioning, air filtering and sterilization equipment. يعني الفيزيكال اكويبمنت او فيزيكال انفايرمنت دي يعني ما هياش زي الفيزيكال انفايرمنت في اي مكان تاني لا فيها مجموعه حاجات متخصصه شويه زي شبكه الغازات الطبيه زي التكييف اللي هو بيبقى له طبيعه خاصه وطبعا بيبقى لازم يبقى فيه طبعا اير فلتريشن عشان برضه يبقى فيه تنقيه للهواء لو كان في بيولوجيكال هازارد ولا حاجه يبقى برضه في شكل من الاشكال التعقيم بيبقى موجود طبعا في ستيريزيشن اكويبمنت في حاجات مختلفه موجوده في الفيزيكال انفايرمنت في المستشفى مش موجوده في اي اماكن ثانيه طبعا احنا لازم كديزاينرز of medical devices لازم نبقى واخدين في اعتبارنا الفيزيكال environmental factors عشان نقدر احنا نعمل التصميم بتاعنا بطريقة effective يعني لازم بقى في اعتبارنا noise و vibration و humidity و ال بتاعتنا بتعمل لها generation علشان ما تأثرش على ال environment اللي حواليها لان دي ممكن الحقيقه تفرق مع مع المكان مع الـ مع البيشنت ومع البيرسونال بطريقه عاليه جدا يعني لما بتكلم مثلا على جهاز بيعمل نويز عاليه اكيد الجهاز ده بعد فتره بيبقى الناس اللي حواليه من الميديكال بيرسونال بيبقوا طبعا عندهم مشكله من الـ من النويز اللي بيعملها جنريشن لو بتكلم على مثلا ان الجهاز ده بيولد حراره عاليه حواليه يبقى معنى كده برضو لازم ابقى عامل حسابي لان ده برضو ممكن ياثر على البيشنتس وعلى الميديكال بيرسونالز الموجوده ويخليهم مش مستريحين في جوار الجهاز ده ففي بعض الحاجات لازم ناخدها في اعتبارنا علشان ما تاثرش على الهيلث كير بيرسونال والبيشنتس الموجودين عندي برضه مهم جدا ان احنا نبروتكت الديفايس بتاعتنا من ان يحصل لها اي تلوث من يعني الانفايرمنت اللي موجوده حواليها او يحصل لها مثلا الكتريكال انترفيرنس او الكترومغنيتيك انترفيرنس أو, او اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تخلي درجه حرارتها تعلى او الهيوميديتي اللي حواليها تبقى عاليه بحيث ان الاوبريشن بتاعها يحصل له اي تاثير فلازم نبقى عاملين في اعتبارنا يبقى في بروتكشن جوه الجهاز نفسه لو حصل اي حاجه من الحاجات دي نعمل ايه اولا ويبقى نقدر ان احنا نفيل سيف ازاي؟ يعني الجهاز بتاعنا يحصل له يعني فيل سيف يعني ازاي؟ ان يعني انا يعني يعني الجهاز ما يشتغلش بس يشتغل ما يشتغلش بطريقه ما تاذيش البيشنت ولا الايه؟ ولا اليوزر. وفي نفس الوقت لازم برضه نتكلم على الميديكال يعني مينتنس بيرسونيل يعني بنتكلم على الاشخاص اللي هم بيشتغلوا على الجهاز كمان نتكلم على البيشنتس ان احنا لو بيتعاملوا مع الجهاز ده ما يحصلهمش الكتريكال شوك ولا ثيرمال بيرنز ولا اي حاجه لها علاقه بالانفكشن يعني تسمم مثلا او انفكشن او اي حاجه لها علاقه بان هم يتعرضوا لراديشن ملوش لازمه او بنتكلم على فيجوال انجري ان ممكن مثلا انيهم يعني, يعني يحصل اي نوع من انواع الدمج او لو كان مثلا في بعض الحاجات اللي ممكن يبقى فيها يعني اكسبلوسيف فيومز مثلا يبقوا برده يبقوا اوير برده بحاجه زي كده بحيث ان هم يبقوا ياخدوا البريكوشنز اللازمه عموما واي حاجه فيها بوتنشال Hazard زي يعني مثلا لو احنا عندنا حتى ترابيزه فيها شارب ايدجز او كورنرز بالنسبه للديفايسز حتى نفسها لو كان فيها برضو نفس الحاجات دي لو مثلا الجهاز ده ممكن ان هو يحصل له ان هي ان هو يقع او ان هو يعني بشكل من اشكال يعني ممكن هو يعني يحصل ان هو يجي على بيشنت او يعني حجمه نفسه او وزنه نفسه يبقى يعني يعني البيشنت يتعرض ليه طبعا ده ممكن الكلام ده كله لازم اخد في اعتباري يعني كل الحاجات اللي ممكن هي تسبب لليوزر او كل الناس اللي حوالين الجهاز عموما سواء كان منترنس بيرسونال يوزرز اللي هم من الهيلث كير ستاف او من البيشنتس ان هم ما يتعرضوش لاي مشكله من التعامل مع الجهاز دوت وفي نفس الوقت لازم اتاكد 100% ان كل الـ كل اساليب الكوميونيكيشن بتاعه اليوزرز مع بعض بتبقى مينتيند وما بيحصلش فيها مشكله لازم ان هي اقدر ان انا مع الجهاز بطريقه افكتيف ولازم الناس اللي حوالين الجهاز يقدروا يعملوا كوميونيكيشن مع بعض بطريقه افكتيف لازم ان الحاجات دي كلها تبقى مينتيند بكل السبل عشان ايه برضو البروبر يوز بتاع الجهاز يبقى مينتيند من الحاجات برضو اللي لازم ناخد ناخدها في اعتبارنا في التصميم ان احنا وي هاف تو مينيمايز السايكو فيسيولوجيكال ستريس اند فاتيك ان ذا يوز يعني لو في حاجه يعني مثلا لما بعمل مثلا صوت بتاع البيبنج بتاع مثلا اجهزه الرسم القلب ده الحقيقه لو كان معمول بتون معينه بصوت عالي شويه زياده الـ الانتنس بتاعتها عاليه شويه زياده بعد شويه بتعمل سايكو فيسيولوجيكال ستريس وده ممكن يبقى الحقيقه يعني بيبقى صعب جدا شخص يقعد جنب الجهاز فتره طويله فاحنا مش عايزين حاجه زي كده لازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا علشان يعني نسمح للناس ان هم يقوموا بعملهم من غير ما يكون في اي ستريسز او فاتيج في من اليوز انفايرمنت يتعرضوا ليه بنتكلم برضه على البوتنشال effects يعني مثلا بنتكلم على الناتشرال والارتفيشال Illumination يعني ممكن يتعرض ان احنا الجهاز بتاعنا يبقى اما شغال في النهار مثلا والشباك مفتوح مثلا ونور النهار هو اللي بينور الاوضه او في ارتفيشال illumination موجود هل نقدر او يعني الجهاز بتاعنا هل بيبقى فيه عنده اختلاف بين الاثنين دول؟ هل بيبقى فيه يعني يعني ممكن مثلا الاوبريشن والكنترول بتاعه والمينتنننس بتاعه ممكن يتاثر بان انا ببص على الجهاز ده في 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 ناتشورال لايت ولا في ارتفيشال لايت؟ دي حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا. لو احنا عندنا برضو بنفكر في ان الجهاز ده ايفينشولي اي جهاز لازم يحصل له مشكله يعني لازم اي جهاز في الدنيا مش هيفضل شغال طول عمره من غير ما يحصل ان هو يحتاج صيانه فلازم يبقى عندنا رابيد وسيف وسيمبل ايكونوميكال مينتننس اند ريبير يعني ما يبقاش عندنا موضوع الصيانه بتاعت الجهاز ده يبقى معنى كده ان انا الجهاز بتاعي يقف يوم بحاله مثلا وشخص قاعد شغال فيه وكل حاجه معقده لا عايزين كل حاجه تبقى سهله بحيث ان انا اقدر اعمل المينتنس والريبير بطريقه بسيطه وسهله وامنه في نفس الوقت من الحاجات المهمه جدا برضو ان احنا بيسكلي لو انا بتكلم على الديفايس نفسها البوزيشن بتاعها البوزيشن بتاعتها بالنسبه للبيشنت بالنسبه لليوزر بالنسبه للبيشنت الحقيقه بنتكلم على الجزء دوت يعني الديفايس هتستعمل ازاي وهل هتتحرك ولا مش هتتحرك يعني معنى ان انا دلوقتي الديفايس بتاعتي دي ممكن انها تبقى موجوده ثابته وممكن ان هي يعني هتتحرك مع البيشنت او ممكن هي نفسها بتتحرك عشان تروح لبيشنت فدي برضو حاجه مهمه قوي علشان ابقى عارف ان الجهاز ده متصمم للكلام ده ولا لا يعني في بعض الاجهزه مش متصممه عشان تتحرك من مكان لمكان في بعض الاجهزه اكشوالي لو حركناها من مكان لمكان ممكن يبقى يحصلها مشكله فلازم يبقى عاملين في اعتبارنا واخدين في اعتبارنا الجهاز ده هيحتاج يشتغل ازاي علشان نصمم جهاز عشان يبقى ايه يبقى يعني سوتابل علشان الاوبريشن requirements دي والحقيقه لازم برضو يبقى عارفين الالكتريكال والالكتروماجنيتيك كاركترستكس بتاعت الفيزيكال انفايرمنت لان دي طبعا ممكن تاثر لي على, على الاوبريشن بتاع الجهاز بشكل كبير وطبعا فيه في في مستشفيات كتيره الحقيقه بيمنعوا استعمال الموبايلات مثلا اللي هي اجهزه الهواتف المحموله علشان بيبقى بتعمل تاثير سلبي على بعض الاجهزه فدي لازم نكون واخدينها في اعتبارنا ونبقى موضحين كويس قوي اذا كان مثلا يعني الفيزيكال انفايرمنت دي لو كان فيها الكتروماجنتيك راديشن او الكتريكال مثلا في الالكتريكال كارنت الموجود فيها مثلا حصل فيه جليتشز مثلا او حصل فيه سبايكس مثلا بشكل معين الجهاز هيتاثر ازاي ولازم يبقى الكلام ده واضح علشان يبقى برضه اللي بيستعمل الجهاز ده يبقى عارف بالظبط بيعمل ايه وفي نفس الوقت طبعا لازم نكونسيدر اليونيك اسبيكتس اوف هوم يوز يعني لو في شخص بيستعمل نفس الجهاز هو هو اللي كان موجود في المستشفى بيستعمله في البيت طبعا بنلاقي في بعض الحاجات يونيك في البيت طبعا بنتكلم على ان الشخص الموجود في البيت ده بيبقى لايكلي انه ما يكونش معاه حد ممكن يبقى قاعد لوحده في البيت مثلا وبيبقى برده لازم ان هو يبقى قادر ان هو يشغل الجهاز او ان هو لو حصل في مشكله في الجهاز يقدر يتصرف بحيث ما يبقاش في خطر على حياته فطبعا في بعض اليونيك اسبيكتس في الهوم يوز لازم ناخدها في أعتبار. في مجموعة من الديزاين جايد لاينز بتاخد في اعتبارها ال Effects بتاع Physical Environment وتقترح علي الديزاينرز يعملوا ايه علشان يحسنوا الديزاين بتاعهم Related للفيزيكال Physical Environmental Factors دي اول فاكتور اللي هنتعرض له هو الفاكتور بتاع الـ interruptions and distractions. طبعا بنتكلم على لو في عندنا جهاز موجود في الـ مثلا اي ار ER في الامرجنسي روم مثلا بتاعة مستشفى الدكتور اللي بيشتغل في على الجهاز ده مع مريض ممكن ان هو get ديستراكتد او جيت interrupted multiple times during the operation بتاع الجهاز دوت. فلازم بشكل ما الديزاينرز ياكاونت فور the type of frequency of such interruptions علشان في الاخر interruptions Z do نوت ادفيرسلي افكت device use يعني ما ياثروش بطريقه سلبيه على استعمال الجهاز طبعا بكلم على حاجه زي كده مثلا كمثال لو واحد بيبروجرام اي في بامب يعني intravenous pump بامب لو انا دلوقتي خليت الجهاز يبقى فيه يوزر انترفيس معقد شويه وجازن اللي هو اللي فيه يوزر انترفيس معقد ده اليوزر بيوصل فيه لليفل معين او يوصل فيه خطوه معينه من خطوات البروجرامينج وبعد كده بيجيت ديستراكتد لو جهاز اليوزر انترفيس بي تايم اوت يعني بي لو انا مثلا يعني ما يعني في وسط مثلا الاوبريشن بتاعي وفضلت مثلا خمس دقائق ما, ما عملتش حاجه بيرجع تاني للاول خالص يبقى معنى كده اليوزر ده لما يجي يرجع تاني هيبتدي من الصفر يبتدي من الاول خالص فلازم ان انا لو لو في عندي اليوزر بتاع الجهاز ده بيبقى انتربتد او بيبقى مثلا ديستراكتد وبعد كده يرجع تاني يبص على الجهاز لازم يعرف هو فين بالظبط كان فين بالظبط قبل ما يجد ديستراكتد ويعرف هو المفروض يكون فين علشان يبقى يعني تسهل عليه ان هو يرجع تاني يكمل الحاجه اللي كان بيعملها قبل كده. من الفيزيكال انفايرمنت المهمه جدا برضو اللي هي الاكوستيك نويز. بنتكلم على ان الميديكال ايكوبمنت نفسها از ا سورس اوف نويز ان ذا هاوسبيتال اور هوم. يعني هنا نفسها بتعمل دوشه، اوكي؟ فطبعا دي مشكله ان يعني الاكوستيك نويز اكسبوجر ليميتس يعني عامه ريليتيد للسيفتي بتبقى محدده يعني مش اي حاجه اقدر استعملها كده لو بعمل اكسبوجر للحاجه معينه نويز معينه مثلا 8 ساعات في اليوم يبقى المفروض ان انا ما تزيدش عن 90 لو 90 ديسيبل ولو انا بتكلم على ان انا 6 ساعات ممكن ازود شويه وهكذا فمعنى كده لو في حاجه شغاله طول النهار يعني لازم ان انا النويز ليفل بتاعي اللي هو طالع منها يبقى اقل ما يمكن فطبعا يعني النويز نفسها بتاعت الجهاز اللي هي نويز الجهاز ده بيطلعها طبعا بتفرق كتير قوي عشان كده بنلاقي ان احنا في الاي سي مثلا ابتدى يبقى في بعض الحاجات المفروض تتعمل فيها علشان ما يبقاش في سورسز اوف نويز كتير تبقى موجوده يعني مثلا لو انا عندي برينتر يستحسن يبقى عندي يا اما ثيرمال برينتر يا اما ليزر برينتر ما ينفعش يكون عندي البرينترز بتاعت زمان اللي كانت بتعمل صوت عالي يعني لو انا عندي برضو النويز اللي جايه من الـ من الاجهزه بتاعت لو في عندي ايمرجنسي مثلا في بالنسبه للمريض دي برضو يستحسن يبقى الليفل بتاعها برضو ما يبقاش عالي قوي زياده وما يبقاش في يعني بيبين كده ملوش لازمه يبقى اي حاجه بتعمل صوت يستحسن ان انا اعمل لها يعني يعني ترشيد شويه بحيث ان انا ما يبقاش في عندي سورس اوف نويز كتيره موجوده في نفس المكان تاثر على البيشنتس الموجودين وتاثر على الهيلث كير بيرسونال اللي بيقوموا بعمل ممكن بقى نبص على الاكوستيك نويز بطريقه مختلفه شويه احنا كنا اتكلمنا في ال في السلايد اللي فاتت على ان الجهاز نفسه بيعمل صوت اوكي لا ممكن برضو الانفايرمنت ال اللي حواليه تاثر على الاوديتوري كوميونيكيشن اللي موجوده في المكان يعني المفروض ان المكان ده يبقى النويز بتاعته ما تزيدش عن حد معين عشان الناس تقدر تكوميونيكيت مع بعض بشكل افكتيف او علشان مثلا لو كان في الارم ولا حاجه يسمع بطريقه واضحه فاللي بيحصل ان احنا بنعمله بيبقى في عندنا حاجه اسمها بالانس نويز كريتيريون كيرفز او ان سي بي كيرفز دي بيبقى يعني الناس تعرفت ان هي تتعامل بيها على اساس ان هي تحاول ان هي تستاندردايز النويز الموجوده في انفايرمنت محدده بيبقى في عندنا ستاندرز لكل الاماكن اللي لها علاقه hospitals والكلينكس وبرضه ممكن اكشوال ان احنا نبص عليها بالنسبه للسكولز وبالنسبه للاوفيس buildings والحاجات زي كده لما بتكلم على الهوستلز والكلينكس هنلاقي ان احنا بنتكلم على احنا عندنا في اوضه خاصه بالنسبه للبيشنت بيبقى من 25 ل 30 لو عندنا وورد يعني عنبر من 30 ل 35 لو اوبريتنج روم من 25 ل 30 لو من لو اللاب يبقى من 33 ل 43 لو كوريدور اللي هو في المستشفى بنتكلم من 33 ل 43 لو بابليك اريا في المستشفى بتبقى من 38 ل 43 فدي حاجه مهمه جدا احنا ناخدها في اعتبارنا ونمنتين الستاندردز بتاعتنا دي في في المستشفى بتاعتنا عشان نمنتين المست... الستاندرد دي في المستشفى بنعمل ايه؟ بنقيس النويز إيه؟ إيه ليفل عن ديفرنت فريكونسيز وبنقيسها على اوكتيف ليفلز يعني بمعنى بقيسها عند 16 عند 31 ونص عند 63 يعني ناخد الفري... نفس الحاجه وناخد الدبل بتاعها اوكي ونفضل ماشيين كده بقى اوكي يعني كل حاجه بتبقى الدبل بتاع اللي قبليها يعني فريكونسيز كل واحده في علاقتها باللي قبليها انها الدبل بتاعها فهنلاقي ان احنا لو احنا رسمنا الكيرف بتاعنا بتاع المكان اللي احنا فيه بنقارن بقى الكيرف بتاع المكان اللي احنا فيه ده بالحاجه اللي المفروض يكون عليها ولو لقينا ان الكيرف ده اعلى من الحاجه اللي المفروض يكون عليها بنحاول ان احنا نعمل ميجرز عشان تقلل النويز الموجوده في المكان دوت فدي طبعا حاجه مهمه قوي ان احنا ممكن بيها ان احنا لو رحنا لمكان معين بقياسات بسيطه ممكن احنا نحدد اذا كنا بنكونفور مع الستاندرد ده ولا مش بنكونفور مع الستاندرد ده الفيزيكال بارامتر <Lustiger Machine> اللي هنتعرض له بعد كده هو اللايتنج اللي هو الاضاءه آه واول حاجه هنتكلم فيها الامبيانت لايتنج اللي هي او الامبيانت Illumination الاضاءه اللي موجوده عندنا بتبقى عامله ازاي؟ طبعا في هنا في التيبل ده سامبل كده للاماكن المختلفه واللايتنج المفروض بيبقى موجود ازاي او الليفل بتاعه بيبقى موجود ازاي باللاكس؟ اللاكس دي واحده من البارامترز اللي هي بتاعت الاليميشن فبنتكلم على السي سي يو اللي هي الكريتيكال او الكارديو كير يونت بنتكلم على 30 بتكلم على الاي سي بتكلم على 31 على لو اي اي سي يو اللي هي الانتنسيف ديون بتاعت تروما بتبقى اعلى بكتير جدا عشان نبقى واخدين بالنا من كل حاجه موجوده عندنا بالنسبه للبيشنت لو النيورو اي سي يو بنتكلم على 585 لو بتكلم على surgical اي سي يو بتبقى 38 لو بتكلم على الـ الـ لو بتكلم على الـ يعني ممكن ان هي تعلى كمان يعني حسب بقى لو انا مثلا الاوفر هيد لايت ده كان اوف لو كان اوفر هيد لايت بتاع المكان اللي هو فيه العيان ده كان اون ممكن توصل ل 1540 عشان برضو لو حد جاي بيفحص المريض اكتر شويه فطبعا في ليفلز مختلفه الحقيقه ودي لازم يعني ان احنا يعني منتين ان الامبيت لامينيشن ده يبقى كافي بالنسبه للاستعمال بتاعنا في طبعا بالنسبه للديفايس ديسبلايز نفسها ممكن تتاثر باللايتنج كونديشنز يعني ممكن مثلا بعض الديفايس ديسبلايز تبقى واضحه جدا لما يكون النور خافت شويه ولما النور يكون نور قوي شويه بتلاقي ان الديسبلاي مش واضح فدي لازم حاجه ناخدها في اعتبارنا الحقيقه في التصميم بتاع الديفايس بلاي ان ممكن يشتغل في اي حال من الاحوال لو انا كنت حاططها في في, لايت او حاططها في امبيانت يعني الومينيشن او في يعني ارتفيشال الومينيشن يبقى قوي او ارتفيشال الومينيشن ضعيف يبقى برضه الديفايس ديسبلاي ده يبقى ستيل كلير بالنسبه لي فدي واحده من الحاجات المهمه جدا لازم اراعيها في تصميم الجهاز الطبي بتاعي طبعا درجه الحراره والرطوبه اللي حوالين الجهاز بتبقى مهمه جدا جدا عشان الاوبريشن بتاعه وعاده بيبقى الاجهزه كلها بيبقى في اللي عندها في السبيسيفيكيشنز بتاعتها رينج معين لدرجات الحراره ورينج معين للهيوميديتي اللي المفروض تشتغل فيها فلو انا بتكلم على المستشفى عموما بيبقى الاوبتيمم بتاعها ان هي تبقى من 21 ل 27 درجه في الورم Climate ومن 18 ل 24 في الكولد Climate طبعا نلاحظ ان لو احنا عندنا Temperature وHumidity extremes دي بتسبب في ان في performance الحقيقه بيبقى يعني بالنسبه للجهاز وبالنسبه للبيرسونال حتى اللي موجودين عايشين في الـ في الـ في الانفايرمنت درجه حرارتها ما مناسبه والروتوبه بتاعتها ما مناسبه بيبقى performance عموما بيبقى اسوء وطبعا من الحاجات المهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا حاجتين احنا دلوقتي الجهاز بتاعنا لو احنا مثلا الجهاز بتاعنا ده بيسخن اوكي هل احنا نقدر ان احنا نتعرض للسخونه بتاعته دي ولا لا؟ وهل ان احنا البيرسونال بتوعنا المفروض ان هم لو فرض لو انا عايز ادوس على زرار الزرار ده بيسخن مثلا اوكي هل درجه الحراره بتاعته يعني المفروض تبقى في حدود كام عشان يبقى اوكي ان هو يكون كده اوكي وبرده الحاجه الثانيه لو انا فرضا الجهاز ده بيبقى ابلايد على السكين بتاع المريض يعني لو في في سكين كونتاكت مع المريض يعني درجه الحراره بتاعه الكونتاكت يعني بارت دوت هيبقى ممكن يكون كام عشان يبقى الدنيا سيف فعامه في ستاندرد كده للموضوع ده لو انا بتكلم على الاكويبمنت نفسها هتعرض للاكسترنال سيرفيس يعني هلمس الاكسترنال سيرفيس ده فور ليس ذان 1 سكند ممكن لو كان الديفايس دي نفسها ميتال او ليكويد بتكلم انا ممكن يعلى يبقى 74 درجه لو كان جلاس اور بورسلين اور فيتريوس ماتيريال بتكلم على 80 درجه ممكن يبقى يعلى يبقى 80 درجه لو مولدد ماتيريال بلاستيك رابر وود ممكن تبقى 86 درجه ويستيل يبقى اوكي لو انا لمستها اقل من 1 سكند لو انا بقى يعني كل ما طبعا ما بعلى بالكونتاكت يعني تايم لو انا يعني الكونتاكت بتاعي مع الجهاز كان وقته اطول كل ما بلاقي درجه الحراره الماكسيمم اللي ممكن ان انا اسمح بيها بتبقى بتقل لغايه لما بتكلم ان هي تبقى اكتر من 1 مينت ما بسمحش باكتر من 48 درجه لاي واحده من الثلاث حاجات دول يعني من كنت كنت بوصل هنا 86 درجه لما بتكلم ان انا هكونتاكت الجهاز بتاعي يعني مثلا هحط ايدي على الجهاز بتاعي او هشيل الجهاز بتاعي عشان انقله من مكان لمكان ما يسمحش ما مش ما لا يسمح ان درجه الحراره بتاعه الجهاز هتعلى عن 48 درجه او السرفس اللي هو بيبقى ان كونتاكت مع اليوزر ما ما يسمحش ان هو يبقى اكتر من 48 درجه لو انا بتكلم بقى على سكين كونتاكت مع بيشنت لا دنيا مختلفه خالص بتكلم ان انا لو انا اقل من 1 مينيت بتكلم ان اقصى درجه حراره ممكن اوصلها لو كان مثلا بتكلم على مولد ماتيريال او بلاستيك بتكلم على 60 درجه اوكي لو بتكلم بقى ان انا يعني الكونتاكت ده مستمر فتره طويله لا يمكن اعلى عن 43 درجه طبعا بتكلم مثلا على مثال على كده مثلا لو انا بتكلم على البروب بتاع الالترا ساوند مثلا البروب بتاع الالترا ساوند ده بيبقى ان كونتاكت مع البيشنت لفتره طويله ممكن يبقى ربع ساعه تلت ساعه عشان عشان الدكتور بيعمل معاه بيعمل الـ يعني سكان بتاعه بياخد وقت في ان هو يعمل السكان دوت فما ينفعش ان الهيد بتاعت الترانسديوسر دي اللي هي ان كونتاكت مع البيشنت يبقى درجه حراره اعلى من 43 درجه لو حصل انها عليت اكتر من 43 درجه بيبقى في مشكله ويعني ديفنتلي ما بيبقاش حاجه كويسه بالنسبه ليه بالنسبه لليه وطبعا ديفنتلي بي 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 بيكسر الايه؟ الستاندرد ده فمش مفروض ان في جهاز يصرح ليه ان هو يشتغل وهو درجه حرارته بتعلى عن 43 درجه وهو ان كونتاكت مع البيشنت اكتر من 10 دقائق. من الحاجات اللي لازم اخد بالي منها هي برده برضه هي الرطوبه. الحقيقه الرطوبه مش مفروض ان هي تعلى عن حد معين او تقل عن حد معين عموما عشان الجهاز يقدر يشتغل. بس برضه فرضا لو الجهاز بتاعي هو نفسه بيغير الهيوميديتي الموجوده في الانفايرمنت يعني هل الجهاز بتاعي بيزود الهيوميديتي بتاعت الانفايرمنت ولا لا؟ لو كان الميديكال ديفايس بتاعتي بتزود الهيوميديتي بتاعت الانفايرمنت اللي حواليها مش مفروض انها تزودها باكثر من 15% وعامة لو حتى زودتها 15% المفروض ان التوتال ريلاتيف هيوميديتي بتاعتي ما تبقاش اكثر من 45 درجه من 45% عند 21 درجه سنتجريد. يعني معنى كده ان انا بتكلم ان انا لو فرضا هيوميديتي مثلا الريلاتيف هيوميديتي بتاعتي مثلا 35% يبقى معنى كده الماكسيمم اللي الجهاز بتاعي المفروض يعمله عند 21 درجه سنتي جريد 10% بس مش 15% لان هو التوتال دلوقتي بتاع ال 35% مع 10% هيبقى 45% اللي انا بقول إن هي دي الماكسيمم اللي انا اوصل له انما لو كان الريلاتيف هيوميديتي بتاعتي 20% مثلا يبقى انا ممكن اطلع لغايه 35% ويبقى ستيل اوكي okay. فطبعا دي ريكويرمنت مهمه جدا للاجهزه اللي هي بتغير الريلاتيف في الانفايرمنت اللي حواليها الفايبريشن برضو جزء مهم جدا الفايبريشن ده بنتعرض له مثلا في الامبيرنس يعني عربيات الاسعاف مثلا او العربيه بتتحرك بسرعه او مثلا الطيارات الهليكوبتر او لو كان في طيارات بتاعت نقل يعني مرضى أو يعني مثلا هنقل بطياره مثلا الفايبريشن بيبقى في غايه الاهميه في كل الحاجات دي فالحقيقه لازم الفايبريشن uh, بتاع الفيجوال ديسبلايز uh, ما يعملش اي مشكله بالنسبه لليوزر Performance المفروض ان هو يبقى كده فدي بنتغلب عليها ان احنا نخلي الكاركترز اللي على الديسبلاي تبقى لارجر وفي وقت نفسه علشان الجهاز برضه يشتغل كويس في الانفايرمنت دي لازم يبقى عندنا لارجر كيز علشان يبقى عندنا حاجه نضاد بيها التراكنج اند ريتش ايرورز ان انا دلوقتي وانا فرضا يعني لو انا راكب مثلا في عربيه والعربيه دي بتتحرك باكسلريشن يعني بتبتدي تاخد سرعه هلاقي نفسي لو انا بحاول اعمل حاجه لو انا بمد ايدي عشان اعمل حاجه ادوس على زرار هلاقي ان ممكن يحصل ايرور في في الكلام ده وانا بعمل اكسلريشن وخاصه لو كانت الاكسلريشن دي عاليه فهنلاقي ان احنا عندنا مشكله في الموضوع ده الحقيقه لو كان بالذات الاكسلريشن دي هاير ذان 2 meters بير سكند سكوير اوكي فبيسك لازم ناخد في اعتبارنا الكلام ده علشان يعني يبقى عندنا الديسبلايز نفسها تبقى مقروءه الفايبريشنز ما تخلينيش ما اعرفش اقراها وفي الوقت نفسه الكيبورد بتاعتي او الكيز اللي انا باوبريت بيها الجهاز بتاعي تبقى كبيره كفايه بحيث ان انا برضو اقدر ان انا اوصل لها بشكل افكتيف حتى لو انا بعمل اكسلريشن لو احنا بناخد امثله الاكسلريشنز اللي احنا بنبص عليها موجوده يعني فعليا في عربيات الاسعاف في الطيارات العاديه في الطيارات الهليكوبتر مثلا او الهافر كرافت اللي هي بتبقى ب... 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 ممكن هي تبقى ب... بتمشي على الميه وبعد كده تمشي على الارض فبيسكلي بتكلم على الجراوند امبيلانس الافرج Acceleration بتاعها 0.7 بس ممكن توصل الماكسيمم بتاعها 1.1 متر سكند سكوير طبعا دي اقل من دي شويه بس ستيل برضه ممكن اخليها معتبره يعني تبقى برضه ممكن تاثر معايا الى حد ما لو بتكلم على طياره عاديه ممكن نوصل ل 2.2 اذا كنا متخيلين 2.2 اعلى من الاثنين اللي, اللي بقولوا عليها هنا دي لو بتكلم على طائرة هليكوبتر ده ممكن اوصل 2.4 2.4 فدي طبعا 2.4 اكتر بكتير من ايه من ال 2 دي فلازم اخدها في اعتباري الهافر كرافت يعني almost زي like الجراوند Ambulance بتبقى 1.3 فطبعا بالنسبه للطيارات نقلب الطيارات بالذات لازم ابقى واخد في اعتبار ان الجهاز بتاعي مصمم علشان الفايبريشن مصمم على اساس ان هو الفيجوال ديسبلايز تبقى واضحه كفايه ما يبقاش فيها كاركتر صغيره لو الـ لو الـ Display بيحصل له فايبريشن يعني اليوزر يعني يبقى برده قادر على ان هو يقرا اوكي لو بتكلم على برده اللي هي الاوبريتنج Buttons بتاعه الجهاز لازم تبقى كبيره كفايه علشان يقدر يوصل لها ما يبقاش في عنده مشكله في التراكنج اند ريتش ايرورز اللي بتحصل في الاكسليشنز العاليه وبالتالي الـ Vibrations فعلا ده بارامتر مهم جدا بناخده في اعتبارنا في الـ Emergent Transport Vehicles بالذات لو بتكلم جوه المستشفى ما هياش مهمة قوي بس لما بتكلم في في الـ في النقل بتاع الـ Emergency بتبقى طبعا مهمة جدا من الـ Parameters برضه ناخدها في اعتبارنا في الـ في الديزاين السليبرينس Slipperiness يعني بتكلم ان انا يعني لو عندي الجهاز بتاعي فرضا آه يعني ممكن يستعمل في ويت انفايرمنت فويت انفيرمنت معنى كده ان ممكن يبقى الحاجات كلها بتبقى زلقه شويه ما اقدرش ان انا الحاجه اللي انا كنت بستعملها او ب لو انا مثلا عايز انسرت حاجه جوه حاجه عاده دي بتبقى اسهل لما يكون الدنيا دراي بس لما يكون عندي ويت انفيرمنت ممكن تبقى دي صعبه شويه فعامة بلاقي مثلا ان انا بالنسبه للتيوبنج بتاعت الانترفينس بامب بتبقى متصممه ان يكون فيها شويه خشونه كده بحيث ان انا حتى لو كان في ويت انفيرمنت اقدر ان انا احس بالتيوب اللي انا ماسكها واقدر ان انا احطها بشكل سليم. طبعا الحاجه دي بتبقى مهمه جدا لان يعني فعلا ممكن تبقى في في انفايرمنت معينه ممكن تبقى تخلي الجهاز ده ممكن يستعمل وجهاز تاني ممكن ما يستعملش برضو جزء بتاع الاتموسفيريك بريشر برضو بيفرق معايا لان لو انا كنت بشغل الجهاز ده في هايبر بارك تشامبر يعني بتكلم على اوضه الضغط بتاعها عالي شويه ده بيأثر على البرفورمانس يعني بعض الناس ريبورتد ان بعض الكيبوردز مثلا ما بتشتغلش كويس في الهايبر بارك تشامبرز يعني لو الضغط عالي شويه ممكن ان هو يفرق معايا شويه، فده طبعا ممكن ان احنا نفكر فيه مثلا لو انا يعني بتكلم على جهاز مثلا يشتغل في انفايرمنت تبقى يعني مثلا في بعض الاماكن في الطيارات، في بعض الاماكن مثلا في لو انا بتكلم على ساب مارين مثلا، بتكلم على حاجات ممكن يبقى فيها الضغط يبقى اعلى شويه من الايه؟ من من الانفايرمنت العاديه، من من 1 بار اللي احنا متعودين يعني عليه في الانفايرمنت العاديه، فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا لو الجهاز بتاعنا هيشتغل في في مكان يبقى الضغط بتاعه اعلى شويه. برضو من الحاجات اللي طبعا لازم ناخدها في اعتبارنا اللي هي الايز اوف مينتننس يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان الجهاز بتاعنا ده يبقى سهل الصيانه يعني لو فيه عنده محتاج صيانه تبقى الصيانه دي بسيطه ويعني لو ممكن حتى يعملها اليوزر يبقى حاجه كويسه قوي فعلى سبيل المثال الديفايسز يوزد ان ذا هوم باي لي يوزرز اللي هي الناس اللي هم الاشخاص اللي هم ما هماش متخصصين خالص لازم تريكواير مينيمال اور نو maintenance اوكي ولو هو محتاج مينتننس لازم المينتننس ريكوايرمنتس دي تبقى اوبفيس، يعني بمعنى ان انا لو الجهاز بتاعي بشتغل بيه في البيت يعني يا اما ما يحتاجش صيانه خالص يا اما الصيانه تبقى بسيطه بحيث ان انا اقدر اعملها انا كشخص بستعملها في البيت ومش محتاج باك جراوند كبيره، اوكي؟ زي مثلا تغيير البطاريات مثلا، اوكي؟ لو بتكلم على الجهاز نفسه حصل فيه مشكله لازم يطلع ايرور مسج واضحه علشان اليوزر يعرف ان ده محتاج صيانه. اوكي انما غير كده يبقى طبعا يبقى بحط البيشنت ده او اليوزر ده في 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 خطوره ان هو ممكن يستعمل الجهاز وهو مش في الحاله السليمه بتاعته. طبعا لو جهاز بيحتاج كليننج لازم الانستركشن دي تبقى واضحه جدا وتبقى يعني موجوده بوضوح يا اما الجهاز نفسه يا اما في الاوبريتنج مانوال ويعني يستحسن طبعا تبقى على الجهاز نفسه علشان اليوزر نفسه يقدر بسهوله ان هو يعرف الريكويرمنتس ايه لان في بعض الحاجات ممكن ان احنا نحطها مثلا في ستيم uh, ستيرلايزر بعض الحاجات بيتعمل لها كيميكال ستيرلايزيشن وفي حاجات ما ينفعش انها تبقى كده وما ينفعش انها تبقى كده يعني مثلا لو انا جبت البروب بتاع الالترا ساوند البروب بتاع الالترا ساوند ده ما اسمحش ان انا احطه في الهيت يعني في الهيت العالي ما اقدرش احطه في درجه حراره عاليه فما ينفعش احطه في الستيم ستيرلايزر بيبقى عاده له طريقه معينه في الديس انفكشن معتمده على كيميكال ايجنت كده بيطهر بيه فلازم يبقى واضح جدا ومكتوب عليه ايه الطريقه بتاعه الاستريلايزيشن بتاعته بيتنضف ازاي ويبقى استريلايز ازاي عشان ما يحصلوش دامج نتيجه لاستعمال خاطئ لايه للكليننج ايجنت او الاستريلايزيشن ميثود ما تبقاش مسموح بيها وفي الوقت نفسه لو انا عندي كومبونت المفروض ان انا اغيرها زي مثلا عندي مثلا لامب لو انا مثلا يعني فرضا في عندي مثلا جهاز في لامب مثلا المفروض عايز اغيرها يبقى طريقه الوصول لللامب دي تبقى بسيطه وان انا اغيرها واجربها تبقى سهله ما يبقاش فيها اي خطوره ولو بتكلم على الباتري اوبريتد ديفايسز يستحسن او يعني ضروري يبقى فيها باتري ستاتس انديكيشن يعني لو انا عندي مثلا يعني الجهاز بتاع يعني بورتابل ديفبريليتور مثلا ما ينفعش ان انا ابقى بستعمل الجهاز ده وبروح بيه حته يعني اماكن ما فيهاش كهرباء وهي اصلا معتمدة على البطاريه اللي جوه الجهاز دوت وما يبقاش عارف ان الجهاز ده هل مشحون ولا مش مشحون لازم يبقى عندي انديكيشن اذا كان البطاريه مشحونه ولا مش مشحونه عشان ما يحصليش مشكله في السايت اللي انا بحاول استعمل فيه الجهاز ده ان انا اكتشف ان البطاريه مش مشحونه برضو بالنسبة للستورج آه الحقيقة آه يعني آه في بعض الأجهزة بتبقى متخزنة لفترة طويلة جدا وبعد كده بتطلع عشان تستعمل فورا يعني مثلا لو بتكلم عن ديفيبريليتور مثلا ممكن يبقى محطوط مثلا في مكان يعني في المستشفى في المخزن بتاع المستشفى وبعد كده لما يكون في احتياج ليه بنجيبه من المكان ده بسرعه علشان نستعمله ففي بعض الاجهزه لازم زي مثلا ديفبريتور بالذات بيبقى فيه طبعا الاوبريشن بتاعه بيبقى تايم كريتيكال لو جبته بسرعه جداً لو جبته ببطء فلازم احطه بشكل مثلا بحيث ان هو يبقى ايزيلي ريكوجنايزبل يعني احطه مثلا في حاجه تبقى لونها مثلا فوسفوريك مثلا بحيث ان انا ابقى شايف على طول اول لما اخش ابقى شايف مكانه فين بالظبط ولو انا محتاج باور عشان الجهاز ده يبقى يعني مستعد ان انا استعمله فورا لازم اميك شور ان يعني يبقى فيه باور في الاستورج ولازم اميك شور ان مفيش فاير هازرز ما ينفعش ان انا احط الجهاز ده بيتشحن ويكون بي... وهو بيتشحن بيسخن وبيعمل بقى بيلد اب او اكيميليشن للحراره جوه المكان المقفول دوت وفي الاخر يند اب ان هو يعمل لي فاير فلازم ابقى واخد في اعتباري برضو اذا كان في فاير هازرز ابقى واخدها في اعتباري يبقى في تهويه كافيه بالنسبه للمكان بحيث ان يبقى الفاير hazard يبقى مينيمايزد برضه نفس الكلام برضه بالنسبه للايفكت اوف داست اند ديرت يعني بعض الاجهزه لما بنحطها برضه في مخزن فتره طويله طبعا بتبتدي يبقى عليها تراب كتير او عليها بعض الحاجات اللي ممكن تيجي من الانفايرمنت اللي حواليها فطبعا لازم اوخذ في اعتباري برضه اذا كان الايفكت بتاع الاكيوميليشن اوف داست مثلا ممكن يفرق معايا في البرفورمانس يبقى لازم اعمل حاجه بحيث ان انا وانا بـ بـ بستور الاكويبمنت دي احطها بشكل بحيث ان ما يجيش عليها الداست ولا الديرت من الحاجات برضو مهمه جدا الايفكت اوف راديانت انرجي انا بتكلم دلوقتي على ان الجهاز بتاعي دوت هيتاثر ازاي بالراديشن اللي حواليه يعني دلوقتي الجهاز بتاعي ده ممكن يتحط جنب مكنه ام ار اي او جنب مكنه مثلا الكترو سيرجيكال يونتس او حاجات تانية ممكن ان هي بتبقى فيها راديشن انرجي ذات ار اف يعني ممكن انها لي على البرفورمانس بتاعي فالنقطه ان دي ممكن هي تعمل لي بعض الحاجات اللي هي تخلي الجهاز ما يشتغلش كويس او تخلي بعض الانفورميشن بتاعه الجهاز تبقى تطلع بطريقه خاطئه او ان الجهاز ده نفسه يحصل له مثلا السوفت وير بتاعه يحصل له يعني مشكله ان هو يعني يحصل له مثلا اكن يعني يعني اخلي مثلا بدل ما هو بيشتغل في حته بيشتغل في حته ثانيه فبيسكلي الاوبريشن بقى يعني بقى فيه مشكله فطبعا لازم ميك شور sure ان يعني ما فيش اي انكوريكت انفورميشن يعني بالنسبه للجهاز ده تبقى ديسبلايد والكنترولز برده ما تتغيرش اوتوماتيكلي يعني بمعنى أنا ان انا ما ينفعش ان انا ار اف انرجي تجيلي يبقى الجهاز ده بدل ما كان بيشتغل في مود يشتغل في مود تاني وفي نفس الوقت لازم نحط labels واضحة جداً وورنينج وكوشنز بحيث ان الجهاز ده لو بيشتغل في انفايرمنت فيها radiant energy يبقى لازم برضو ان انا اخد الكلام ده في اعتباري علشان ما احطش الجهاز ده جنب الاماكن دي يعني على سبيل المثال لو الجهاز بتاعي ما ما يعني ما ينفعش ان هو يشتغل مثلا جنب ماجنتيك ماجنتيك فيلد عالي يبقى معنى كده ميك شور ان انا اكتب على الجهاز ان هو المفروض uh, ان هو يبقى مثلا beyond the 5 جاوس لاين مثلا بتاع بتاع الام ار اي او مثلا ان هو كان بي يوزد ان ان ام ار اي فيلد مثلا او حاجه بالشكل ده كده او مثلا لو هو مش بيكسبت ار اف يبقى معنى كده ان انا اتكلم ان ما فيش احط عليه بالليبل مثلا ما فيش موبايلات تبقى حواليه مثلا يعني اخر حاجه خالص بقى ان الاميرجنسي ريكويرمنت او الاميرجنسي انفايرمنت بتاعتي الحقيقه يعني الاجهزه اللي فيها بالذات لازم تبقى ديزايند علشان تبقى فعلا مستعده الاكستريم يوز اكستريم يوز ده معناه ايه معناه ان الاميرجنسي روم بتاعتي بتشتغل 24 ساعه في اليوم و7 ايام في الاسبوع كل يوم كل ايام السنه فمعنى كده ان انا ما ينفعش ان انا اجيب جهاز والجهاز ده يبقى محتاج ان هو يحصل له مينتنس مثلا كل شهر الكلام ده ما ينفعش احنا عايزين جهاز يشتغل فعلا ما ما يبقاش عنده يعني مشكله ان هو يشتغل في اكستريم انفايرمنت ويشتغل كل يوم ويشتغل اكشوالي يعني اولموست كونتينيوسلي يعني فتره طويله علشان يبقى مناسب للامرجنسي انفايرمنت emergency انفايرمنت دي لو احنا عندنا جهاز ما هواش معد ان هو يستحمل اكستريم انفايرمنت هيبقى عنده مشكله ان انا وقت ما احتاجه في كريتيكال سيتويشن ممكن هو يفيل او ممكن هو ما يشتغلش خالص ما معنى كده ان هو ممكن يسبب خطوره على حياه المريض فدي حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا في الامرجنسي انفايرمنت الحقيقه في كلام كتير برضو يتقال في الجزء بتاع الفيزيكال انفايرمنت او الايفكت بتاع على الاجهزه الطبيه انا بنصح الناس انها تقرا تشابتر 8 من ريكومندد ريفرنس لان هو فيه تفاصيل كتير اكتر شويه على الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه في بعض الاسئله برده لو الناس حبت تجرب يعني تفكر فيها موجوده برده في الويب سايت